أشارت وزيرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة مادلين أليغيه، أشارت إلى أهمية الإذاعة في تغيير المفاهيم وربط النسيج الاجتماعي منذ تأسيسها في العام 1955. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمته الوزيرة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 من فبراير من كل عام وفي نسخته السادسة. نتابع ترجمة البيان مع الزميل سعيد أحمد حسن. Aujourd'hui, le 13 février 2017, je suis heureuse qu'on célèbre la sixième journée اليوم الثالث عشر من فبراير عام 2017. نحن سعداء بالاحتفال السادس لليوم العالمي للإذاعة والذي يجيء تحت شعار أنتم الإذاعة. كما تعلمون، بالنسبة لنا نحن التشاديون، الإذاعة هي الوسيلة الأكثر متابعة من قبل الجمهور منذ تأسيسها في العام 1955، وذلك لدورها المهم في الإخبار والتعليم والتثقيف وإعطاء الملاحظات. الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة التي تجمع كل شرائح المجتمع مع فتح باب الحوار وتبادل الآراء والأفكار من أجل الارتقاء بالفكر الإنساني وإعطاء الجميع فرصة التعبير عن آرائهم ومكنوناتهم، وذلك عبر التنافس لوسائل الإعلام الساعدة كالإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى متاحة. وعليه فإن الحكومة تتمنى أن تتقوى الصلات بينها وبين العمل الإعلامي وفق المبادرات الرامية، وهي تقوية الوسائل الفنية، تفعيل البرامج الموجودة، إعطاء تغطية إعلامية وطنية في المحطات الإقليمية، تشجيع المبتكرين لخلق إذاعات جديدة، دعم المستمعين بأكبر قدر من المشاركة عبر البرامج، وعلى ضوء ذلك نتمكن من فتح آفاق جديدة للحوار الاجتماعي وتغيير المفاهيم وتصحيح سلوكيات المجتمع عبر خدمة إعلامية راقية. Et nous encouragera à améliorer ce bel outil qui est la radio.